مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. قال رحمه الله تعالى وللترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما. المغنم دولا، المغنم اللي هو بيت المال يعني، دولا يعني تنازعونه الناس ويأكلونه ويأخذونه بدون استحقاق وبدون إذن ولي الأمر، يأخذونه بالخيانة والسرقة والحيل، ولا يخافون الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تداولونه. الآن يتسابقون إلى بس اللي حصل له ينهب من المال العام، هذا ينهب، هذا الحكومة يقول هو حلال لك، ما يحل لك إلا مقابل عملك إن كنت موظفا، أو ما يعطيك إياه ولي الأمر. ولي الأمر يعطاك شيء صح إنك تأخذه وحل لك، أما إنك أنت تخون وتختلس تحتال هذا ما يجوز. نعم. والأمانة مغنما. الأمانة مغنما، يعني من الإنسان تولى العمل ما هو بيتولاه ليؤدي العمل، يؤديه لأجل أن يأكل من ورائه ويحتال، يحتال من ورائه، مع أن الوظيفة تراه أمانة، الوظيفة أمانة لابد تقوم بها على الوجه المطلوب، ولا تتخذها لاستنزاف الأموال، لا يحل لك إلا مرتبك المخصص. لكن بعض الناس يفرح يتوظف علشان ينهب من أموال الناس ومن أموال الدولة، أو إذا أودع شيء أمانة وديعة يفرح بها من أجل أن يستغلها، مع أن الله جل وعلا يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة والوديعة هذه لا شك أنها تحميل مسؤولية، ما هي بطمع، ما أنت تأخذها طمع، تأخذها لتحفظها ولتردها على صاحبها إذا طلبها، أما أنك تأخذها تمولها مثل مالك تتساهل فيها هذا لا يجوز. نعم. والزكاة مغرما. الزكاة مغرما، الزكاة قربة وطاعة إلى الله عز وجل، وهي زكاة بمعنى أنها تطهر المال وتطهر المزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة، فهي طهرة للمال وطهرة للمزكي، وتؤديها على أنها عبادة تتقرب إلى الله، ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث قرينة الصلاة، فالمؤمن يؤديها بهذا الشعور على أنها عبادة، على أنها طاعة، ويقصد بها وجه الله، ويقصد بها ما يحصل من آثار الزكاة من الخير. أما المنافق فهو يؤديها على أنه مغرم، على أنه ضريبة، على أنه مغرم، ويتخذ ما ينفق مغرما، ويتربص بكم الدوائر،
هذا المنافق، نسأل الله العافية. نعم. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، هذا المشكلة، أطاع زوجته وعق أمه، العكس هو الواجب، أن يطيع أمه وأن يعق زوجته إذا اختلفت مع أمه، أو ما يقدم زوجته على أمه ويرضي زوجته ويرضي أمه، ما يجوز هذا. هذا يكثر في آخر الزمان، أنهم يطيعون زوجاتهم ويعصون أمهاتهم. نعم. وبر صديقه وجفى أباه، أو بر صديقه رفيقه وجفى أباه، تجده ما يستريح ولا ينبسط إلا مع صديقه، أما إذا جاء عند أبيه عبس وقتر وتكلم بالكلام القاسي مع أبيه، لكن مع صديقه لا، ينبسط ويفرح إلى آخره. نعم. وارتفعت الأصوات في المساجد، وارتفعت الأصوات في المساجد، ارتفعت الأصوات في المساجد، إيش معنى؟ المساجد يجب تحترم لأنها بنيت لذكر الله، تصان عن إساءة الأدب فيها، رفع الأصوات ما معنى؟ الله أعلم، لكن أنا يظهر لي والله أعلم أنه الميكروفونات اللي تشوش على الناس، تشوش على المساجد الأخرى، على البيوت، على يعني يرفع الميكروفون، هو المفروض أنك تسمع الجماعة اللي وراك بس، المفروض أنك تسمع من في المسجد فقط، أما أنك ترفعه خارج المسجد هذا أذى للناس، أذى للمساجد، أذى للنوام في البيوت والمرضى، ما له داعي، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. وهذا حصل من أول، ما في هذا من أول، ما في، ما ترتفع الأصوات من المسجد، ولا يسمع الإمام إلا من هو في المسجد. نعم. وكان زعيم القوم أرذلهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، اي نعم، لان كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وكان زعيم القوم ارذلهم، او بالعكس، وكان زعيم القوم تقدم الخبر وتؤخر الاسم، جائز جائز، المهم ترفع واحد وتنصب واحد، هذا المهم، لان كان من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع أحدهما وتنصب الآخر. ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، يقول بن مالك كان سيدا عمر، سيدا هذا خبر، عمر هذا اسم، الأصل عمر سيد، مبتدا وخبر. نعم. أعد. وكان زعيم القوم أرذلهم، كان زعيم القوم أرذلهم، هذا إعراب الكلمة، أما معناها العادة أن زعيم القوم يكون أكرمهم وأرفعهم رأيا ونسبا، تكون السيادة الكرام في الرجال الذين عندهم شهامة وشجاعة ورأي، هذا الأصل، في آخر الزمان تنعكس الأمور، مثل ما سبق تتكلم الرويبضة، هذا الرويبضة هذا يصير سيد للقوم وهو أرذل للقوم، هذه علامة شر، لأنه لا يأتيهم إلا بالشر، الرذل ما يأتي إلا بالرذالة، لا يصلح للسيادة. نعم. وأكرم الرجل مخافة شره،
أي نعم، يصير الإنسان أنه يتكلم ويسب ويغتاب، يخافه الناس ويكرمونه لأجل يسكت، لأجل يسكت ما يتكلم فيهم ويغتابهم ويسبهم. هذا لا يجوز أن الإنسان يصير سباب، يصير مغتاب، يصير نمام، ما يجوز هذا. لكن إذا حدث ووجد الناس مش يعملون، يكفون شره، يعطونه من المال ما يسكته. هذا من علامات الساعة. نعم. وشربت الخمور. شربت الخمور والمسكرات، وأعظم منها المخدرات والعياذ بالله. هذا من علامات الساعة، وجود هذه المنكرات. نعم. ولبس الحرير. الحرير لبسه الرجال، حرير حرام على الرجال، إباح للنساء. في آخر الزمان يلبسه الرجال، قد حرم عليهم. نعم. واتخذت بسبب الترف، بسبب ظهور الترف. نعم. واتخذت القينات والمعازف. هذه مصيبة. اتخذت القينات والمعازف. كان في الأول اللي يتخذ مغنية من مماليكه أو فتياتها اللي يملكها، يشتريها تصير مغنية عنده تغني، هذا ما يجوز. لكن الآن ما يحتاج أنك تشتري مغنية، حط عندك راديو ولا حط عندك تلفزيون وفيه المغنيات وفيه المطربون وفيه كل شيء. هذا يظهر في آخر الزمان، يظهر الغنى والطرب والمزامير وآلات اللهو، هذه الآن متوفرة، المسجلات، الروادو، التلفزيونات، في الفضائيات متوفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولعن آخر هذه الأمة أولها. ولعن آخر هذه الأمة أولها، لا يحترمون السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم. الآن يقولون هم رجال ونحن رجال، ويتكلمون في السابقين ويجهلونهم ويخطئونهم. حتى الصحابة ليس لهم قيمة عند بعض الناس من الصحفيين وغيرهم. وأما الشيعة هذا شيء معروف، عداوتهم للصحابة، بل عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء معروف عن الشيعة، يسبون الصحابة ويلعنونهم، يلعنون أبا بكر وعمر، يسمونهم صنمي قريش. وش السبب؟ السبب بغض الصحابة وبغض هذا الدين، بغض هذا الدين. ولا الصحابة ما سووا بهم شيء، ولا خذوا لهم شيء، ولا عاصروهم، لكن ما يريدون هذا الدين. والدين إنما ظهر على يد الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا وغزوا وفتحوا الفتوح، نشروا الإسلام. هم لا يريدونها، ما يريدون الإسلام، لذلك عادوا الصحابة لأجل هذا. إلا الصحابة ما خذوا لهم شيء، ولا ظلموهم، ولا عاصروهم. وكذلك بعض الرعاع من المثقفين اللي يجهلون السلف ويجهلون وينكرون، حتى ينكرون السلف، يقولون السلف إنما هم مثل الطوائف الأخرى، فرقة مثل الفرق، ما لها ميزة ولا لها قدر. السلف من صحابة رسول الله والتابعين والقرون المفضلة ما لهم قيمة، يقولون ما هم إنما هم فرقة من الفرق. أما أنهم هم الأصل وهم القدوة، يقولون لا. وإن لم يكونوا من الشيعة يكونوا من الصحفيين والكتاب والمؤلفين، واللي يدعون أنهم من المفكرين والمثقفين، ينقصون السلف الصالح والعلماء والأئمة الأربعة. هذه ظاهرة سيئة. نعم.
فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء. إذا حصلت هذه الأمور يرتقبون العقوبة وهي ريح حمراء، والريح تأتي بالعذاب، تأتي الريح بالعذاب وتأتي بالرحمة أيضا، لكن تأتي بالعذاب مثل ما حصل لقوم عاد، ريح صرصر عاتية والعياذ بالله، أرسلنا عليهم الريح العقيم. نعم. وخسفا ومسخا. نعم هذه واحدة، ريح. أنتم تشوفون الآن وتسمعون الأعاصير ولا لا؟ الأعاصير المدمرة ما هي بريح لي؟ ها؟ هذه نوع من الريح، نسأل الله العافية. تهدم المباني وتقتلع الأشجار وتهلك وتنسف السيارات، حصل فيها ضرر عظيم، وهو عاصف واحد، فكيف إذا جاءت ريح والعياذ بالله؟ نعم. وخسفا فلينتظروا عند ذلك ريحا. وخسفا، الخسف هو انقطاع الأرض وغور الأرض بأهلها. نعم. ومسخا، مسخ للطباع، ما هو المسخ للصور، يعني ما يتحول الإنسان الله أعلم إلى قرد، إنما تمسخ طبيعته فيصبح طبيعة حيوان، طبيعة قرود، كلاب. نعم. وقد يمسخ بصورته أيضا كما حصل لبني إسرائيل، نالهم كونوا قردة خاسئين. فالمسخ يكون بأمرين، إما بتحويل الصورة إلى صورة قرد أو خنزير، وإما بمسخ الطبيعة. نعم. وقال غريب وفي إسناده فرج بن فضالة ضعف من قبل حفظه، وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال نعم، يعني من جهة سنده، لكن وإن كان الحديث ضعيفا ففيه تخويف، وبعضه يشهد له الواقع، بعضه يشهد له الواقع وإن كان ضعيفا في سنده. وأنتم تعرفون أحاديث الضعيفة يستأنس بها في الترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد، ولكن ما يبنى عليها حكم تحليل أو تحريم، لا، إنما يكون هذا بالأحاديث الصحيحة، أما الضعيفة ما يبنى عليها تحليل ولا تحريم، لكن يستأنس بها في التذكير والترغيب والترهيب والتخويف. وأيضا من وجه ثاني قالوا أنه غريب، والغريب هو ما تفرد بروايته واحد، أصل السند واحد، قد يكون صحيحا وهو غريب، مثل حديث عمر الذي سمعتم في حديث جبريل عليه السلام، هذا لم يروه إلا عمر، هو غريب لكنه صحيح، رواه المسلم كما مر بكم. نعم. قال ولابن ماجه عن أبي، قال رحمه الله ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال، قال لنا نقف عند هذا. نعم.